اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين متابعينا على قناه كويت سبورت وحلقه جديده من رسالتنا لبطوله الكويت المفتوحه التاسعه لعام 2018. الإثارة والندية كانت حاضرة بقوة شديدة في نهائيات فرد رجال وفرد تحت 17 سنة ناشئين وزوج رجال ضمن منافسات بطولة الكويت المفتوحة التاسعة للتنس والمقامة على الملعب الرئيس في نادي اليرموك الرياضي بمنطقة مشرف.
الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على اللقاء. طبعا اليوم جرت مباراة كانت في السن العام مباراة النهائية. طبعا تدرون أحوال الظروف اللي صاحبتنا أمس المباراة، تأجيل المباراة اللي هي مباراة السنجل قبل النهائي، فتأجلت إلى اليوم في الصباح الباكر الساعة 10، والحمد لله تمت المباراة. فالمباراة كانت عبد الحميد محبوب جمعة ويا عيسى غبازرد. عيسى غبازرد طبعا ناشئ الواعد عمره 17 سنة، حقق لأول مرة يعني يدش الدور الأربعة من الكبار السن العام. طبعا هذا مشروع لاعب إن شاء الله حق انضمامنا للديفزس كاب، وهذا من هدف البطولات. وعندنا عبد الحميد الشط ويا عبد الرحمن العوضي. طبعا عبد الرحمن العوضي بعد الإصابة لعب هالبطولة بعد إصابة الرس، يمكن أنتم عارفينها، فالحمد لله نلعب، واليوم كان حس فيها شوي مباراة الأخيرة ويا عبد الحميد أخور، فالحمد لله طبعا قامت البطولة. عبد الرحمن عبد الحميد محبوب جمع أخذ المركز الأول في السنجل. وعندنا الفات الناشين العوضي، طبعا لاعبنا بطلنا العوضي تحديدا على السنة، فاز على شقيقه وأخوه اللاعب حسن جمال محسن جمال تحديدا على السنة. فالحمد لله طبعا أدت البطولة لتطوير اللاعبين. وعندنا بطولة طبعا تاع 13 سنة فاز فيها اللاعب ماكسويل ولد المدرب مع المنتخب، طبعا فاز على بطلنا يعقوب، مباراة كانت ماراثونية، كان سوبر تاي بريك. فالحمد لله طبعا هذا اللي احنا بغيناها، أبطالنا يحتكون ويا اللاعبين، وكنا نتمنى المزيد من البطولات. تدرون بس ظروف البطولات اللي عندنا الدوري ما الدوري، فما نقدر نسوي بطولات وايد. فالحمد لله، ولن تنسنا بالدعم من الشركات، متى ما يالنا الدعم راح نزيد ان شاء الله. فهذا شيء ان شاء الله يكون نجاح حق لاعبيننا وتطوير مستوى اللاعبين، هذا هو اهم شيء، ان مستوى اللاعبين تطويرهم. فنتمنى المزيد منهم ان شاء الله البطولات الجايه ويحققون، ومشاركات الخارجيه. كما ندعي ان شاء الله الجمهور ان شاء الله بكره غدا ان شاء الله المباراه الختاميه في الدبل ان شاء الله، اللي راح يظهر طرفينها اليوم بعد المباراه، بعد شوي في مباراه دور الاربعه، هني راح يحدد مصير النهائي بكره ان شاء الله غدا الساعة 5. ونتمنى من الجمهور حضور، وان شاء الله في هدايا للجمهور ان شاء الله، حضورهم يكون له شرف لنا، وهدايا للجمهور ان شاء الله حضورهم عشان الكل يفرح، والاحتفالات ان شاء الله بكره بالبطوله. ونتمنى ان شاء الله الحضور مثل ما قلنا، ونتمنى البطولات، ونشوفكم ان شاء الله على خير. وبعد مشوار طويل تأهل أبطال اللعبة ونجومها إلى النهائيات في مختلف الفئات. ففي أولى مباريات هذا اليوم تقابل عبد الرحمن العوضي مع عبد الحميد مبارك في مواجهة عنيفة ضمن نهائي فردي رجال. وجاءت المباراة قوية وسريعة من كلا الطرفين، واستطاع عبد الحميد من فرض هيمنته على مجريات المباراة والتقدم بنقاط المجموعة الأولى، مستغلا تسرع خصمه في إرسال الكرات الخاطئة. ومع مرور الوقت لم يستطع العوضي تكملة المباراة، وقرر الانسحاب بسبب الإصابة التي يعاني منها، ليحقق عبد الحميد مبارك فوزا مستحقا وبمجموعتين من دون رد بواقع 6-0 و2-0، ويحصل على المركز الأول. وجاء عبد الرحمن العوضي بالمركز الثاني في ختام منافسات فرد رجال.
خارج الملعب من محبوب جمعة أو من عبد الحميد محبوب جمعة. تعطي الأفضلية للعوضي، أدفانتج العوضي. رابع فرصة لحسم الشوط لمصلحة عبد الرحمن العوضي على الإرسال. خارج الملعب تعادل، تعادل الثاني في الشوط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اللاعب عبد الحميد محبوب جمعة. اليوم الحمد لله رب العالمين فزت في المباراة النهائية في مسابقة الرجال مع زميلي عبد الرحمن العوضي بنتيجة 6-0 و3-0 وانسحب لظروف الإصابة. والحمد لله رب العالمين، البطولة كانت أكثر من رائعة، ونتمنى إن شاء الله تكون بطولات أكثر من الكويت عشان ترفع مستوى الكويت في التنس. وفي المباراة النهائية لفئة فرد الناشئين تحت 17 سنة تقابل أحمد مفيد مع عيسى قبازرد، وجاءت أحداث اللقاء سريعة وممتعة من كلا الطرفين، واللذين امتازا باللياقة البدنية العالية واللعب الجميل. ونجح أحمد مفيد من بسط نفوذه على مجريات أشواط المباراة من خلال إرسال الكرات الساحقة والكرات القصيرة والدخول السريع على الشبكة. في المقابل ظهر قبازرد بالند العنيد ولم يكن صيدا سهلا، وحاول مجاراة منافسي كثيرا لكن دون جدوى بسبب تسرعه الغير مبرر وإهداره للكرات السهلة التي كانت كفيلة في ابتعاده عن منصة التتويج، ليحقق أحمد مفيد فوزا ثمينا ويقتنص المركز الأول بمجموعتين من دون رد بواقع 6-2 و7-5، ويذهب المركز الثاني من نصيب عيسى قبازرد، وتطوى صفحة منافسات فئة فرد الناشئين تحت 17 سنة. المستوى الحالي مجمع يشمل حوالي 18 ملعب. شوط لصالح أحمد مفيد يتقدم. تغيير بالرذم للاعب
احمد مفيد في هذا الشوط، لاحظنا انه غير نوع من ضرباته في من الضرب من الخط الخلفي. نلاحظ بالرالي ان اللاعب احمد مفيد لعب بعض الكرات على طريقه السلايس اللي اللي تقريبا وجه ما يسبب مشاكل للاعب، لكن عيسى متعود على الضربات السريعه من الخط الخلفي، لكن احمد مثل ما ذكرنا ان الاثنين عارفين بعض عدل اكثر من اخوان تقريبا، فاحمد للافضليه في معظم مبارياتهم او كل مبارياتهم بشكل عام يعني، لكن اعتقد عيسى حاول انه كذا مره انه يقرب من حسم المباريات اللي صالحه، لكن احمد مثل ما ذكرنا يمتلك التكتيك ضد لاعبين بمستوى عيسى او غير عيسى، لان ما شاء الله مثل ما ذكرنا انه عنده مواجهات مع لاعبين اكبر منه ومستويات اعلى. الحمد لله وصلت نهائي ببطولة ناشئين تحت 17 سنة وخسرت النهائي من زميلي أحمد مفيد. كانت مباراة حلوة، لعب زين بس هو ما شاء الله عليه لعب أحسن يعني، والحمد لله هم شاركت فئة السن العام وصلت نصف نهائي، ويعني أنا أشوف إنه شيء زين إنه هذه أول مرة أشارك فيها سن عام وأوصل نصف نهائي يعني، والحمد لله البطولة يعني من سنة لسنة قاعد تصير أحسن وأحسن يعني، قاعد نشوف الناس اللي قاعدون والناس اللي قاعد تشارك من الصغار يعني من كل الفئات السنية يعني، والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله السنة الجاية نقدم الأفضل والأفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كان نهائي تحت 17، لعبت يا عيسى غبزرد، كانت مباراة وايد حلوة وكان فيها وايد منافسة خاصة يعني ثاني ست، وايد يعني تعبني وايد ما شاء الله عليه يعني، لعب وايد زين الحمد لله، اخر شيء قدرت افوز والحمد لله قدرت احافظ على اللقب يعني من السنه طافت، كان شيء صعب طبعا من الادوار اللي قبل، وهالدور اكيد نهائي كان اصعب شيء يعني، والحمد لله يعني قدرت افوز. ولعبت هم دبل اليوم، خسرنا سيمي فاينل بس هذا سن عام يعني وانجاز يعتبر انجاز يعني، وطبعا انا السنه طافت لعبت خسرت اول دور زوجي، بس هالسنه يعني وصلت سيمي فاينل يعني انا وداود خلف يعني، لعبنا وايد زين بس خسرنا، مو مشكله يعني ان شاء الله السنه الجايه نعوضها. البطوله طبعا وايد زينه، اشكر كل المنظمين على البطوله وكل من ساعد بهالبطوله انها تكون احسن من سنه لسنه، والحمد لله، واتمنى يعني اتمنى افضل بطولات نفس هذه اكثر كل سنه يعني، يكون اكثر من بطوله واحده بالسنه، يكون في 5-6 بطولات عشان نحتك مع لاعبين اكثر ونستفيد، طبعا هالشيء راح يطور من مستوانا ونقدر ننافس برا مو بس مهني، برا يعني باسيا وهم بالعالم نقدر ان شاء الله. أما في نهائي زوجي رجال تقابل الثنائي عبد الحميد مبارك وعبد الرحمن العوضي ضد الثنائي علي إسماعيل وعلي القلاف،
وجاءت أحداث اللقاء سريعة وقوية، حيث الإثارة والندية كانت حاضرة بقوة شديدة ومثيرة نظرا لتكافؤ المستوى الفني بين لاعبي الفريقين، حيث سعى الثنائي عبد الحميد والعوضي من فرض نفوذهما منذ البداية من خلال الكرات الطويلة اللذين امتاز بها والسرعة في التحرك. وفي الجهة المقابلة كان القلاف صدا منيعا للكرات الساحقة التي كانت ترسل من قبل العوضي، كما لعبت خبرة علي إسماعيل في التعامل مع الكرات القصيرة التي أرهقت العوضي وعبد الحميد. ومع مرور الوقت استطاع الثنائي عبد الحميد مبارك والعوضي من التقدم بنقاط الشوط الأخير ويوقف بكل ثقة تقدم خصميهما، واللذين بدا عليهما شد الأعصاب ليفقد زمام الأمور، ويتقدم عليهم الثنائي عبد الحميد مبارك وعبد الرحمن العوضي ويحسم اللقاء لصالحهما بمجموعتين من دون رد بواقع 6-2 6-3 و10-8 ويتوج باللقب. ضربة خاطئة من علي إسماعيل 40-15 وخارج الملعب 40-30 يعني يطبق النظام نو ادفانتج في هذه المباراة عند الوصول إلى نتيجة 40 للجميع، وها هي نقطة تحديد الفائز بالشوط. ديوس طبعا لعبت اليوم المباراة النهائية بالفردي ضد اللاعب عبد الحميد محبوب، وما قدرت اكمل المباراة بسبب الإصابة، وكانت يعني مباراة حامية اول شيء، بس ثاني جيم تقريبا ما قدرت، حاشتني إصابة وما قدرت اكمل، وان شاء الله الحين نعوضها بالزوجي، ما راح استخدم يد اليمين كثر يد اليسار، انا اصابتي بيد اليمين، فان شاء الله نقدر نتحمل الالم ونعوضها بالزوجي ان شاء الله. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا من رسالتنا لبطولة الكويت المفتوحة 9 للتنس، شاهدنا معكم المنافسات والمنافسين أيضا وشدة التنافس ما بينهم في هذه البطولة، إلى أن نلقاكم برسالة جديدة من هذه البطولة، نترككم في رعاية الله.